كل المستمعين الأوفياء لاستماع برنامج بكل وضوح. دائما رفقة الكاتب والباحث في التحليل النفسي وعلم النفس الأستاذ مامون مبارك دريبي. مساء الخير أستاذ. مرحبا. مرحبا ليلى سناء، بارك الله فيك. اليوم في موضوعنا غادي نرجعوا للعلاقة الزوجية والحب ما بين الرجل والمرأة. ودائما أستاذ في لقاءاتك بكل وضوح، يعني ملي كنتكلم على الحب كتأكد دائما على أنه الحب ليس له وجود ضمني، ولكن هو إنجاز خاص الأزواج يتعبوا عليه لتحقيق هذه السرعة. فأستاذ، يعني هاد الإنجاز أو هاد الصنعة في الحب وفي المحبة، واش خاصنا نحقوه ونطبقوه يعني في الواقع؟ يعني واش كاين في الواقع ولا في أمر آخر؟ غادي نعرفوه معك اليوم من خلال تحليلاتك كيف ما عودتينا. هو ماشي يمكن الإنسان يقوم بعمل خصو معرفة. واحد العالم رياضيات ألماني ما كانش كيعرف السباحة، حقبة ديالو في نهاية القرن 19 ما كانش كيعرف السباحة، وما لقاش شي واحد يعلمه، فمشى قلب على كتاب كيعلم الكتاب السباحة، قرا الكتاب ودخل عام. فهادو ناس اللي بمجرد عندهم قوة ديال الاستيعاب وقوة ديال لا كونسيبتواليزاسيون، يعني كيطلع الكونسيبت في المعلومة، يحتاج يجرب. هادو قلال، ولكن الانسان العادي لا بد له من معرفه. فصبحنا في واحد الحقبه، انا هذا الصباح كنتكلم مع احد احبابي استاذ عمر محسن رئيس المجلس العلمي ديال انفا، وهادو علماء اللي كيبحثوا وكيأطروا الحقل العلمي والحقل الاجتماعي. فقلت ليه واش ما لاحظتيش استاذ عمر بان الناس ولاو في الحفظ والتقليد؟ يعني اعطيني وصفه نتبعها وما نقعش في مشاكل. الوصفه غتحرمك من الذكاء، لان النهار اللي طيح فواحد الوضعيه الوصفه ما غتجاوبش عليها، كي غدير؟ حيت الواقع كيفتن بالجديد ديالو، فدائما غيخرج لك شي وضعيه معمرك ما عطاها لك في الوصفه. فحنا اصبحنا في العالم العربي، انا كنشوف الاعلام العربي مليء بالمستشارين، مليء بالكوتش، مليء تيعطيو الناس وصفات. وهذا بخس في حق ذكاء الناس، وبخس في القدرات اللي يعطاهم الله سبحانه وتعالى، بخس يعني حقرة. خصنا شكون اللي كيعطيو الوصفات؟ هو الأطفال الصغار. أما الأشخاص الكبار كتعطيه مسألات. فالمسألة ديال إنجاز الحب بطبيعة الحال لا كل شيء معني به الواقع، ولأني اليوم غنتكلموا على الإنجاز من حيث المعنى المعرفي، اش من معنى عندك واش من مفاهيم عندك باش في الواقع ديالك ما تحصلش. فهنا كاين واحد ثلاثة المراحل في العلاقة ديال المحبة. في ثلاثة المراحل كاين مرحلة الحلم، الهوى والعشق والنشوة. هنا الرغبة اللي خلق الله في الإنسان هي اللي خدامة، بحكم أن الرغبة دافعها واحد الحرمان. الانسان ملي كان صغير كترضع امه ولا المرضعه الى كان يتيم، تيعرف الحليب والنهد والشخص، فكيجي الجوع تيحتاج الحليب، كتعطيه النهد كترضعه، فكيكون في ديك اللحظه الرضاعه كل من ساهر في النهد والحليب. لا يعير الشخص في هذيك المرحله واحد الاهتمام ما حد فيه هذيك القرحه وهذيك اللوعه الجوع، بمجرد ما تيشبع تيبدا يلعب بالنهد ويعير اهتمام بهذاك البالغ، هذيك الام اللي كترضعه كيبدا يهتم بها. هي صافي تشوف واش ما كتحطو كتمشي، كيبدا يغوت. واش كيغوت ديك الساعه على الحليب ولا على النهد ولا على الشخص؟ خليوها بين القوسين وغادي نرجعوا لها من بعد. اذا هنا الهوى في هذيك المرحله ديال الحلم وديال العشق وديال النشوه كتجعلنا هذيك الحرمان نقلبوا على شي شخص نكونوا
عندنا معاه واحد العلاقة. كتحضر العلاقة كنوليو نقلبو على الصداقة. الصداقة يعني الصدق. كتحضر الصداقة كنوليو نقلبو على الوئام. تفهموا وئام. تقول لها كلمة وتعاود لك نفس الكلمة. تقول لها النكتة وتكمل لك النكتة. تقول لها شي حاجة تضحكها كنوليو من واحد التناغم الوئام. كيحضر الوئام كتشعل المشاعر وكنقولوا هذا هو المكان. هذا هو المكان. فالمكان واحد الموضع كيتوهموا الشخص كيظنوا انه فيه غادي يلقى دواد الحرمان. هذا هو راجل محروم. فتيدخل في الحياة الزوجية لان الزواج هو ضامن الاستمرار هذيك العلاقة. الزواج راه ضامن. حيث إلا بقيت أنا وياك مصاحبين وغدا طلع لك الزعف مني وتقدر تطفي التليفون زيد في حالك. أما إلا كنا مزوجين ما تقدرش تطفي التليفون زيد في حالك. إلا طفيتي تليفونك وزدي بحالك ولا مزوجك غادي نصيفط لك عون. وبقوة القانون نجيبك ونستفسرك علاش طفيتي التليفون. راه واعرة ولا؟ حيث الزواج راه ضامن الاستمرار العلاقة ولو بعد السؤال. وحده واحد مصاحبين بغى يقلب عليها ولا بغى تقلب عليه ما عندهمش يعني ما كاينش يعني واحد ما يقدرش يعطيها هذا السي استفسار يخليها تحماق. مالو طفى التليفون مالو قلبو جو سيري سوري هذاك الاطار ديال الزواج داك الزواج راه يمشي يلعاوني يجيبو وغادي يقول ليه المحكمه كتنتظرك الجلسه الفلانيه وغيجي هي المحامي وغتقول ليه قدام القضيه سي القاضي بغيت نعرف اش درت ليه مشى عليا وطفى التليفون. القاضي غيقول لي هاد الزوجه كانت ما كتقومش لاحظتي شتي بعدا غيضمن لك الزواج انك يمكن لك تطرح السؤال اضعف الايمان تطرح السؤال راه تقدر تلعب العلاقه. ثم الزواج كيعطينا قوه القانون في الحصول على رد فعل. الصحبه اللي واحد غضب قال خصك تبقى تسنى ترجع لي خاطره. الزواج اللي المراه غادرت البيت ولا الراجل ما صيفطش فلوس بقوه القانون تاخذ منه الفعل. اذا دابا شتي هذيك المرحله الاولى كانت كتهيئنا لاش كانت كتهيئنا للمرحلة الثانية اللي هي هالمشاعر جاية شعلات خلية الوئام وبغينا نضمن على أساس هاد العلاقة غتستمر. قلبنا في الهياكل الاجتماعية والفكرية الإنسانية ما لقينا حتى شي هيكلة من غير زواج. باقي المجتمعات الإنسانية ما اخترعوش شي هيكلة وتأطير شي علاقة أحسن من الزواج. باقي ما لقاوش لأن حتى الرجال ملي مشاو داروا علاقة درهم بعضياتهم في الزواج ما لقوش شي مونتاج باش تعرف هنا كاين واحد الكسل على الصعيد العالمي. ملي باغي نتوما ديروا شي علاقة وما عجبكمش الزواج ديروا شي حاجة أخرى. لا مشاو سماو الزواج مارياج بور توس مارياج دي زون بور لي زوم مارياج دي فام افيك لي فام مارياج دو اكس افيك ايكغ وزيد في هادشي هذا. فهنا الزواج هو واحد الغطاء تيغلف فكرة فيها جنون. هو غطاء عقلي ذكي معقلا رزين كيغلف فكره في الحماق. لان شنو هو ذاك الهوى الجياش؟ هذاك راه حماق. خصو يبقى في الهوى الجياش ونغلفوه بمؤسسه الزواج كتعطي واحد الاطار كتحميه ولكن كيبقى الداخل تيعطي. بعد ما تيعطي هاد الامور هادي كيحضر الواقع. الواقع هو المرحله الثالثه. الواقع مر. الواقع حار. الواقع تيخلق. الواقع صعب ولكن عنده جوج الادوار. عنده اون فونكسيون سيمونتيك وعنده اون فونكسيون سامبوليك. هذاك لو هي هذاك الواقع خطير. شنو هي لا فونكسيون سيمونتيك؟ واخا الا سمحت غادي نعرفوها بعد الفاصل. المستمعين غادي توقفوا مع اذان صلاه المغرب تقبل الله صلاتكم. تفضل استاذ نكملوا حول انجاز الحب. ففي المرحله الثالثه كيجي الواقع. الواقع تيخنق تي 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 لخبط تي تيوتر. وهنا تيوليو الناس بحال ما بقيناش مدينا في نفوسنا. المراه ما ديهاش في الراجل. الراجل كيقول المراه ما كتقابلينيش. وهو الدور ديالو عنده اون فونكسيون سيمونتيك وعنده اون فونكسيون سامبوليك. شنو هي لا فونكسيون سيمونتيك؟ هي ما المقصود
انكم تكونوا في علاقه محبه. ما المقصود انك معمر عليها ومعمره عليك؟ هنا واحد العدد من الناس جايين من الصور ملي كيرضع بهذيك الفكره ديال الجوع تيعمر عليه الماكله، العطش تتعمر عليه الماء، الخوف تيعمر عليه الامان، التعب تيعمر عليه النوم. بالك يعني كل خصاص الا وعنده ماده كتعمر عليه. فاذا انا ملي تزوجت وهي ملي حبات وهي ملي تزوجات كتعرف بان العطش كيزولوا الماء، والجوع كتزولوا الماكله، والعيا كيزولوا النعاس. اذا هذيك صيغه الحرمان اللي محرومه واش حقيقتها ملي غتزوج؟ يعني غيعمر بالك فين غنوصلوا دابا ولا؟ شاتيها لاله شتيها؟ اذا هذاك كل واحد فينا عنده في مسارنا واحد الثقبه ديما تيحس براسو واكل شارب، عنده شويه الفلوس، عنده خدمه، ما مريض ما والو، خاصه شي حاجه. واحد درك الخدمه ودرك الفلوس وتزوج ودرك الاولاد خاصه شي حاجه، ناقصه شي حاجه. هي تزوجات ولدات قرات خدات الماستر دارت الدكتوره خدات المنصب خاصه شي حاجه. علاش؟ لانهم ظنوا دو الخدمه العبقريه الخطيره ديال جاك لاكو خطير هو. هنا علاش غيمشي هو لوبجيكتي تاع لا مالكا لا كالما؟ علاش غيمشي ليها؟ لان الفلاسفه كلهم عاشوا هذا الحال. الفلاسفه كلهم من نهار اكتشفت الفلسفه كيقلبوا، الماء كيحيد العطش، الطعام كيحيد الجوع، النعاس كيحيد العيا، وهذاك الحرمان كاين شي اوبجي. شنو غادي يقول جاك لاكور خطير؟ اللي غيلقى الجواب راه ابن رشد. جاك لاكور واحد السؤال ابن رشد ديالنا اللي لقى الجواب ديالنا. سير وليدي ابن رشد الله يبرعك من الفردوس. عرفتي ملي لقيتو كاتبه والله العظيم الا لبستو اللي كتبته عن نقطه قلت لها العي خطيكم علينا المسلمي راه حرام. تخيل جايب لك واحد الجواب طيه ولا تيلي جاي لنا اللي غادي نحطو تفرج كيداير. فاذا ملي مشى هو داخل لعبت عليه المرحله الاولى ديال الحلم والنشوه. المرحله الثانيه ديال بغينا نضمنوا هذه النشوه الحلم اللي حلمنا مع هذه السيده وهذه السيده، اذا خصنا نمشيو نجيبوا شي ضامن هو الزواج، لان غدا بعد تقدر تحماق ولا تتعصب وتزيد في حاله ما تجاوبنيش ولا هو يزيد في حاله ما يجاوبنيش، لا خصنا نزوجوا. عاد زوجوا الواقع. الواقع ملمدهم. هز خبار ضرب ذهب اشنو طرا هنا الواقع راه عنده جوج ادوار كيصفي لك لا فونكسيون سيمونتيك وكيدخل لك الفونكسيون سامبوليك. لا فونكسيون سيمونتيك تيقول لك جاوب على السؤال اش كتعني المحبه؟ واش كتسحبها بحال الماء اللي كتحيد العطش؟ واش بحال الماكله كيحيد الجوع؟ واش بحال النعاس اللي كيحيد لك العيا؟ اش كتسحب؟ شنو هي؟ جاك لاكو تيقول لك ليسبري ديالنا اللي جاي من وقت الرضاعه ذكي جاي تيقول لك راه شي حاجه اللي عندها علاقه بالمتعه. قلب عليها هنا تقول جاك لاكو عندك تقلب عليها تما ما كاينش تما فين كاينه؟ ردوا لي على البلا هو يحطها تيقول لك لاكو لوبجي ايتي ريبريزونتابل داك لوبجيكتي ما عندكمش عليه معلومه الي تي ريبريزونتابل كو سول لو فونتازم بو فوني ريبريزونتي علاش الحماق عباد الله بالك عاش ملي كيتزوجوا واحد الوقيته كيبدا هو كيقلب يتصاحب وكيبدا هو يقلب في الاس ام اس ويبدا يقلب في لي باج وتعيط عليها تقول لك اودي لقيتو ها هو علاش كتشخد لك كريز كارونتين وكتمشي سبحان الله العظيم لا كريز كارونتين ما كتمشي غير لوبجي سيكسويال ما عمرها مشات اللي كيظن يعمرها بالنكاح ولكن ملي كيتزوج كتجي واحد المده لك كيوقع واحد الفتور واحد الملل اش كيقول عليها؟ تيقول لك راه عندك راه ليسبري روحكم ونفوسكم راه غدلكم تقلبوا على واحد لوبجي اللي غتسحبوا لقيتو غيحيد لك الحرمان. تيقول لك هذاك لوبجي الي تي ريبريزونتابل ليست له تمثلات فكريه ما عندناش. تيقول لك سول لو فونتاسم بو فوني ريبريزونتي يعني غادي نخلوها بواحد عندكم مؤشر عليها. اذا دابا شنو هي لا فونكسيون؟ ها؟ لا فونكسيون سامبوليك. لا فونكسيون سامبوليك دوينا على لا فونكسيون سيمونتيك اللي هي صيغه المعاني دوينا عليها. لان الا مشيتي خديتي الاخر غتلقى فيه تجسيد الحاجه اللي انت جايب بها في الحرمان عذبتي نفسك وعذبتيه. شنو غتلقى؟ غتلقى في الاخر غيريحك من وطأة واثار الحرمان. لا غولاسيون افيك لوتر نو كومبل با لو مانك، لا
La relation avec l'autre, elle permet juste de soulager l'effet du manque. Maoudou, il y a un tadakhil. من الأول من النشوة من الأحلام من تجسيد من الحبان من الشعر من كذا من كذا ومشيتي وتزوجتي باش تضمن العلاقة اللي عطاتك الحبان والنشوة وكذا حتى ظنوا بأنه هو عنده الحاجة المقصودة اللي غتعمر عليك اللي غتحيد لك الحرمان كيف ما كحيد لك العطش وكيف الناس تحيد عليا وكذا وكذا. هنا مشيتي غلط في العنوان، ما غتلقى أقصى حاجة منه الراجل في المرأة والمرأة في الراجل 100% اللي غتلقى هو يحيد لك الوطأة هذيك لامباكت لفي الحرمان الوطأة باش واحد كيمسد لك رجلك دخلتي عيانة شريفة ولقيتي راجلك هكا داير واحد زويته ورقان وخدام كيمسد رجليه ودخلتي قلتي الله الله ربي قالك جلال الله وشدك راجلك هكا وبقى كيريحك هذاك هو الجهد الأقصى في العلاقة. دابا كنتكلم على المفاهيم، يعني لا مشات تخداها هي وخداته هو بأنه فيها وفيه غيعمر عليها ويعمر فيها صيغة الخصاص الحلم اللي هي جايبة من شحال هادي ومشاو ضاعوا. خاصها تبقى عنوان فين في المخي في الخيال كنتخيلوا في العنوان وعارفينه بحال هذيك اللي ايماجينير ديال بيتر بان اللي كنعاودوا الدراري اللي ايماجينير، يعني ممكن انها تخيل بنتك ولا ولدك اي حاجة ما دمنا في الايماجينير. وفي الايماجينير ديال العنوان الا كبرتي ما بقيتيش دري صغير ما بقاش تجي ليها، يعني ما حدك انت صبي علاش لي سيكات امريكا غادي يكتشفوا لو سيندروم دو بيتر بان، واحد الشخصيات واحد الاشخاص اللي كيبغيو يكبروا. دابا غندوزو لو رول سامبوليك، الواقع عنده دور كبير فيه خير ملي تيكون كيمرر فينا وتيدقق علينا وتيحمق فينا خدام تيساوي فينا هاد الصيغه تعمر عليا وعمر فيا وتيزول هو وكيزولها هي من صيغه انه ضان فيها غتعمر عليه الفراغ ما يمكنش تعطيك هذاك الشيء ما ديالهاش هي ما ديالوش هو. اذا هنا لا فونكسيون سامبوليك جايه تحمينا من لو رابور فونتاسماتيك. لو رابور فونتاسماتيك شنو هو؟ هو ملي ما كتصدقش لي العمليه ما بينها وبينه وما عمرش فيها كيف ظنات وغتحيد منها صيغه الحلم اللي كانت كتحس بها ملي جايها ملي كانت كترضع فمها وما خداتهاش ما عرفت واش مقصود الحليب ولا بزوله ولا امها ولا بثلاثه وما خداتهاش وجايه الحلم الحمان. وهو كذلك ملي كتزقل هنا شنو كيدير لانكونسيون؟ كيحطها في الدراري. فكتجي واحد الوليد واحد البنت وكتشد امه كتحطو كوم غولاسيون دوبجي بور كومبلي لو مونك. شتي لا فونكسيون دو غيال في لاسبي سامبوليك ديالها كتقطع لك لو كوردون امبيليكال باش ما نوضوش نحطو ولادنا في صيغه العواض اللي انفلتات لينا واللي خصها تنفلت لينا ونقلبو على جنبها ما نقلبوش فيها ما نقلبو على جنبها اوني اكوتي يعني انا شاد الحقيقه اولا راني كنحس بجنب الحقيقه. شتي شكون هو اللي اقرب للحقيقه؟ راه ماشي هو اللي شاد الحقيقه عمرك ما تشدها، راك بجنبها تحادي. فإذا كنتي تحادي الحقيقه فاعلم انك في الحقيقه. مرحبا مستمعينا غادي نتوقفوا مع فاصل غنائي وغادي نرجعوا مباشره نستقبل مكالماتكم الهاتفيه دائما على 0522 46 72 50 و 51 52. لقاءنا بكم مستمعينا مازال مستمر دائما من خلال البرنامج بكل وضوح. غادي نمشيو مباشره نستقبل مكالماتكم الهاتفيه. معنا اول مكالمه ابتسام من الرباط. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله ابتسام. لا انا لاباس عليك. الحمد لله الله يبارك فيك. مرحبا سي الدكتور. مرحبا ابتسام لاباس لا نهار كبير هذا والله الا نهار كبير ومعكم سعيد. بارك الله فيك يا الله يكبر. عرفتي شنو اللي ينفعني معك؟ نعم وصلت على سيدنا رسول الله. لا حول ولا قوه الا بالله كبرت بي الله يكبر بك يا ابتسام. الله يبارك فيك والله الا انت فخر كبير لينا ولهذ البلاد. احبك الله ورسوله اختي. احنا كنعتزوا بانك واحد من المغاربه. بارك الله فيك يا ابتسام. الله يطول في عمرك يا ربي امين. حمد الله يبارك فيك في الجهد ديالك والعافيه. يا ربي امين اختي بارك الله فيك. تفضل اختي ابتسام مرحبا بك. الله يخليك بغيت نتشاور معك. انا جو سوي مامون زوجه عندي 39 عام. شي درتي ذاك الشيء. مرحبا لاله. انا ماما ثلاثة الوليدات. تبارك الله شحال في عمرهم؟ عبير ومحمد ياسين. الله يخليك البنيته ديالي الكبيرة عندها دابا 11 عام وهي شوية ريزيرفي. دابا هي ملي كتكون فيه مع لي كاميرات ديالها في ان انفيرونمون اللي يعني اللي هي مرتاحة فيه كتكون مطلوقة، ولكن اون فوا مع الناس البرانيين كتنكمش على راسها وما ما كتقدرش حتى تشوف يعني اذا كان كيوجه لها شي حد الخطاب ما كتقدرش تتكلم معاه وما كتقدرش تهز راسها تشوف فيه. هي مسكينه حبيبتي كانت حقيقه
ليني ديالي وانا بقلت التجربه و والجن المعطوب كيما لا اله الا الله لا اله ما تخافش ما تخافش شتي تفضل هي الحمد لله في الدراسه ديالها مزيانه بزاف الحمد لله ما كنحتاجش نقول لها زعما لا تراجع ولا تقرا ولا دابا وحديتها البرون انيشياتيف الاكسيلونت كيبقى هذا هو الجانب اللي مخوفي وبغيت الله يخليك غير تشير عليا كيفاش نتعامل معاه. شوف لا ابتسام الله يخليك وليدك تنتبه لصيغه الانجاز اللي تنساق لها الوالدين خاصه الامهات بعد صيغه الانجاز. انجاز ينجز الانجاز انتبه من صيغه الانجاز اللي كينساق لها واحد العديد من الامهات بعد ما كتحقق عندهم صيغه الانجاب. نعم فراح معايا كينزلق هنا من حرف الباء لحرف الزاي. انت تكتب انجاب وانجاز بحال 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 الورع والروع. عاقل وعاقل مع الحروف. الورع الورع هو الخوف من واحد مروع هو باغي يتقيا. والورع ما هوش باغي تقيش فامر يروعني هو تهز لي فادي غادي نتلح وصيغه الورع هو واحد مقام السكينه عند اهل الايمان. نعم هذاك راه ماشي الخوف هذاك مقام السكينه كيوصل لواحد البلاصه وما كتبقاش عندهم الطاقه. هذيك الطاقه اللي حنا محيحه فينا وما عندهم تما كيولي فيوم الصمت. وسير سولو شنو كيشوف وسير سولو شنو عايش. فهنا انت باقا في صيغه الانجاز والبنت تبارك الله على بال وكاين شخصيه وكاين ذكاء. نعم. فعلاش ما تصبريش على انجازها هي يعني شوف 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 بغيت تقصد باش فين غنوصل لك انا سالبا نوصل لك يعني عوض ما تبقى واهبة نفسك لولادك ومركزة على ولادك ومتبعة ولادك راك لالا نجحتي مع ولادك. سي فري؟ اي اختي. لا اله الا الله. راك نجحتي مع وليداتك دابا الله يرحم باك خليهم يصاحبوك ويجوا بجنبك واحد غادي بشوية واحد غادي كي يزيد ويجلس ولا اني راك نجحتي مع وليداتك. واخا انا ما كنتش يعني التربية ديالها. اشرف الله يرحم باك. واحد السيده تلاقات فرويد في واحد المحاضره كيديرها في فيينا وسولته قالت ليه كيفاش نقدر ندير مع ولادي ما نخطاش قال لها ما تقدريش لان النجاح هو في الخطا حيت جهاز المناعه كيتعلم من الاخطاء. دابا ملي كيدخل شي ميكروب ولا شي فيروس نسال الله السلامه والعافيه في شي بلاد كيديروا لنا الفاكسان ياك وهذا الفاكسان شنو هو معقد العسل سولوا البيولوجيست الاكسارا فيروس كيدخلوه لينا اذا شنو هو هذاك؟ هذاك راه هو الخطا. فبغيتي تكون كاسكادور المعلم في الكاسكادور ولا مهرس ليه نيفو؟ بغيت تكون بوكسور معلم في البوكسور ولا مهرس ليه نيفو؟ بغيتي تكون من الحكامه هو اللي هزاتو الدنيا وترضخ مع الارض 100,000 مره وما ماتش. زدت اللعب حضرت اللعب حضرت اللعب حضرت اللعب وتترضخ كيترضخ كيترضخ وقف كله مدقدق كله مشد الدنيا قالت لي انا ما قديتش علاش شحال رضخت فيه قال لي تعلمتك خي تعلمتك اما كون ما رضختوش ما عمره ما يتشد معاه ما عمره ما يتعلمها فملي ترضخ ورضخت واحد 100,000 عام كترضخ فيه ملي رجع عند حبابه قال له واش نعاود لكم هاد العفريت اش كدير لكم؟ راه دارت ودارت ودارت ماشي كيدوي هكاك هادو هما العارفين يعني عرف جرب. فهنا لالا ابتسام رجع 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 صيغه الانجاز الا مثلا كون كان عندها سيرك وكانت لالا ابتسام عندها سيرك وخصها واحد يغير ود النموره واحد اللي كيلعب مع الفيل واحد اللي كيدير طرابيز واحد اللي كيدير كلون وكانت هي كبرات مع جدها ومع باها في السيرك اذا هنا يمكن لها تكون في الانجاز غتعلم بنتها كيفاش تكون سترابيز وتعلم ولدها كيفاش يكون سترويد الاسود لان عندهم مشروع ديال السيرك هنا يمكن لك تستمر في الزين مع الباء كيجيو مقادين با جدك حلاوي باك مخبازه انت يا مشيتي قريتي الفندقه وجيتي للمعمل ديالكم اذا جدك مع باك تيدوزو لك حتى حلاويت كيدوز لك مخبازه وانت كدير راه حتى هنا الزين مع الباء جاو اما هي في مجال وبنتها في مجال. ها
علاش ندخل الزين؟ علاش؟ سي هذيك الزينه هي الداله على ليسباس فانتاسماتيك. شنو هو ليسباس فانتاسماتيك؟ اللي بغى الحباب يتاكد منه. جيت نقول مشي لعند الكاتبه مود مانوني ها اللي كتكتب لوسكو لا غولاسيون فانتاسماتيك ستركتور لو رابور دون مير ا سون اونف وغتلقاو الكتب ديالها ها وغتلقاو المسائل ديالها تتكلم على هاد المسائل. ف شنو كيبين هنا؟ هنا il y a une résistance. Quand vous voyez que le réel résiste, vous trouvez le واقع يصمد امام محاولتكم لتغييره. خذوه كدالة. تشوف الواقع. الواقع يعني في علاقتك الانسانيه مش جبل. الجبل غيصمد هذا هو يسال على الواقع اللي هو الجبل. داوي على غراسون زيما تشوف العلاقات ديالك الراجل مع المراه، المراه مع الراجل، الوليدات مع بعضياتهم. تشوفوا في الواقع يصمد امام محاولتكم للتغيير، عرفوا بان هذاك الباب ماشي ديالكم. هذاك الباب ديال غيتحل، هذاك الباب مش غيتحل ماشي ديالك، واخا انت بوه ماشي بابك. هذاك باب ولدك مسدود عليه من الداخل، ماشي هو اللي سدو، تسد على ولدك. لا ولدك عنده ساروت ولا انت عندك ساروت. هذاك الباب مديور لواحد الوقت معين غيتحل. يعني بإرادة الله، يعني ب لا أنا في اللاهوت ما كنوصلش لهنا، لا لا. هو لله عندك الشريفه هذوك لي بالميي دو باسيفيك، هذاك النخل اللي كاين في المحيط الهادي. كيفاش كيكبر هذا النخل؟ تيكبر مدلي على الماء ديال البحر. اما كاع الناس اللي مشاو للجزر لا طايتي ولا هاواي ولا شوفوا في الانترنت تلقاو عندهم واحد البالمي دو باسيفيك، واحد الكوكوتي. هذاك الكوكوتي ما كيوقفش، ما كينبتش بحال النخل ديالنا حنا، واقف بحال عمودي. كتنبت النخله مايله. علاش تنبت؟ لان المده ديالها هي دغيا غتموت، لانك كتشرب هي من المانغروف. المانغروف هو واحد الماء حلو مخلط شلوقي مع ديال البحر تقتل فيها. اذا هي خصها دغيا تولد زريعتها. وفين غتسافر الزريعه؟ في ديك الجزيره اللي غتموت فيها. الى فرخات زريعتها تما غتموت زريعتها. كتصيفطها مع البحر. فتبقى غادي بها البحر، غادي بها البحر، تيوصل لواحد الجزيره وكتنبت. قالك اذا شنو هو الاجال باش غتحل زريعه الكوكتي؟ هو الوقيته اللي غتحط في بر الامل في واحد الجزيره. ما حد دابا كتعوم في البحر هي مسدوده. قال لك الشريفه اش بان لك الفرق؟ هنا ما داويينش في اللاهوت، هنا داويين في الذكاء ديال النبته. ونبته عارفه بقى في الماء، سلسله كي تتعرف. بمجرد ما كتحط في اليابسه كتخرج العروق. جاوا خبروها قالوا لها صلتي صلتي وحلي حلي. سلسله هي كيفاش خرجت. اذا كيف كاين قوانين داخليه عند هذيك النبته الكوكوتي؟ غدا مع الماء ما تخرجش النباته، غدا مع الماء ما تخرجش النباته. عاتي لوح الماء مع الشط، سلسله العلماء كتخرج النباته وكتعطينا دي فيتور كوكوتي هكا باش هذيك الشجره تكاثرات في الجزر بعيده البعد، كل بعد وحده على وحده، ولكن هي تتعرف التيار المائي غيدوز بجلب جزيره غيدوز، كتلوح زريعتها في البحر. راه كذلك دابا بنت، فدابا بنت لاله ابتسام راه ماشي من طاويه. اولا جايبه لينا في الجينات ديال امها صيغه الحياء، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الحياء خلق الاسلام. هذه سكون ابل لا ترانسميسيون باغ لي جين. سيرو سولو العلماء واش كاين هاد لا فونكسيون؟ ما كاينش. مزيان، هذه انا عاشرت ليها ما غندققش فيها، ولكن عاشرت ليها. ثم هنا سا ريزيست، يعني ان ريزيستونس. هنا البنت في لا ريزيستونس كتقول لامها طريقة غير مباشرة ما عافاك الزين بلاش. إذا دابا خلي هذيك الزريعة الكوكوتي راه غادا. الوقيتة اللي غتحر تحط في بر الأمان غتنبت وغتخرج. ورد عليا الأخبار. مرحبا. غادي نواصلوا باقي المكالمات، ناخذوا مكالمة أخرى. معنا ملاك من مكناس. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لاباس عليك دكتور؟ واسمية فن هادي. صافا لاباس عليك؟ وخليني مازال نتأمل في سميتك عاملك. مازال صغيرة ياك، عندك 14 عام. عندي 14 عام. تبارك الله تبارك الله. شحال السمية الغزالة هادي؟ شحال السمية هادي؟ شكرا. كيف حال أهل السماء يا ملاك؟ الحمد لله. لأن أنتم الملائكة كطلعوا لعندكم وطلعوا عندكم، حنا صحابنا اللي حاصلين لنا. مرحبا بنتي، شنو سؤالك؟ دابا انا في المدرسه فاش كنمشي هكا كنكون كنقرا ولا شي حاجه كيجيوني بزاف ديال بحال لا انارسيلمون
كنت عرض بزاف المضايقات من طرف العماد التعياب وهادو ما كنقدرش نجاوبهم فاش كنرجع للدار كان داكشي كامل اللي كان طرالي كنرجعو غير بكا الله ما كنعرفش كيفاش نتعامل معاهم شي عطل هادو شي حاجه اخرى صافي غير هادشي هادي كتسمى المشاكسه يشاكسوك والمشاكسه هو اللي شديتي واحد العشرة ديال ببوشات خاويين ودرتيهم في واحد السله بقات معشخشخشخشخشخش هذيك هي المشاكسه هو هذاك الاحتكاك ديال 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 هذيك الشقفه ديال الببوشه مع الببوشه كتعطي واحد الصوت فهنا هذا شنو هو هذا هو البدايه وراه شويه انت يا حبيبه ما طلع ليها ما هي كتبدا من 7 سنين لأن الطفل قبل 7 سنين ما كيعيش صيغة المشاكسة كيعيش صيغة المنافسة فتيكون مع أخته مع أخوه لا بلاستي هذه وحدة ماما وحدة بابا هذيك المنافسة فتيظن بأن المؤطر بالمنافسة كيف كاين المؤطر بالمنافسة في البيت اللي هو ماما وبابا كيسحاب غير يلقى المؤطر بالمشاكسة في المجتمع مالك؟ فمن اللي كنتي في المنافسة باباك وماما كانت يقول لخوك هذا بعد من اختك يقول لاختك الكبيرة حيدي من اختك كيأطروها هنا في البيت هذا مقام منافسة من اللي كنخرجوا لبرا صيغة المشاكسة كنولي أنا وصحابي ما كنت واحد إذا هنا غتعلمني المشاكسة مقام المصاحبة خاصك تصاحبي مع صحاباتك جوج أخرين ثلاثة أخرين مع أخرين اللي تيبداو هما يحاميو عليك ويحميوك من هذوك المشاكسة ماشي حرب ماشي حرب هنا انا بغيتك تشوف واحد الفيلم غزال ديال لا غير دي بوتون واحد الفيلم راه مدير حول لو بيرسوناج ديال لو بيتي نيكولا كي سميتو لا غير دي بوتون والله ديالك تبغي تشوفي فشتي الحميه الحقيقيه من 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 المصاحبه شتي ها هو عطيني الحرمان شتي كل قينه مؤطر بالمشاكسه في المجتمع من دون الصحاب فخصو ما يكونش باش دير الصحاب لهذا النبي صلى الله عليه وسلم اللي كيتكلمنا على الصحابه وكيعرفنا مقام الصحابه راه مؤشر لينا حنا حيت الصاحب راه خوك وزياده خوك ما تقدرش تشارك معاه شي اسرار تخاف يضحك عند امك وباك صاحبك شارك معاه اسرار ما يضحكش اذا هنا عفا بنتي ملك انت باقا دابا في الشخصيه ديال البراءه عايشه غير كيفاش تكوني بنت كيفاش تكوني اخت باقا ما قدرتيش تطلعي كيفاش تكوني صاحبه وهنا يمكن ماما تساعدك فاش تساعدها ماماها انها تنقي ليها شي عائلات من صحاباتها عندهم بنات في العمر ديالها ولا ناقصين معاهم ولا كبر منها معاهم كل بناتهم واحد عامين 3 سنين وتصاحب معاهم فالاصحاب بحال هذاك قوس قزح واحد احمر واحد اخضر واحد زرق بحال حنا ملي كنا صغار كان عندنا الشاعر كان عندنا في صحابنا الشاعر واحد ولد عائله دبانه تحط عليه يسخف دبانه تحط عليه كاين بحال هذاك ونزي وقولوا شحال طيب وعرف الشاعر نسميو الشاعر وكان عندنا قرندايزر ما يخاف لا من الليل لا من نهار لا من حشك وكلبنا والو مختلفين وتخيل الاختلاف وكنا كنمشيو للمدرسه نسيو صاحبنا الشاعر ناريه ويلو شي واحد حيت هو معتريف ومأيدب وكاك ويتزنق ويعرب كنمشيو نوقفوا حنايا بحال هكا وتيخرجوا هما هذوك المدرسه اللي تيقرا فيها صاحبنا الشاعر وكيشوفوا صحابو كيدايرين فكان عندنا واحد لاباش هذا كان عزيز عليه يكون شي كروسه غادي تجري بشي بهيمه ويمشي يجري ويطلع فوق العو وتخيل يلا وتخيل بحال غادي بحال في العربيه شي كروسه طط 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 كان عيطوا عليه تا عيطوا عليه بحال هكا تيشوفه عنده النشوه ديالو يسبق الجرد ديال الكروسه راه فاهم ولا هكا شحاط فيه مشويطه وينقز ويطلع فوق العو ويركب معاه هكا ويعاود يهبط يزيد مع هذا قد ما هذا يلا اما اذا كان دايز خوه بموتور ولا عمو بموتور خلاص هذاك عنده الحال حفله ما يركبش موتور واقف كيجي كتجي ناقصه كتجي بحال باسله بحالكم بحال شي هاتين في السكر خصو يديماري با ولا عمو يتبعو كيجي يركب معايا اذا دابا هنا لو ما كانش هاد الخصص دابا هنا بنتي مالك كتعيش هاد الحرمان فما بغيتهاش تكون في مقام محقوره وزاد كي لا خاصك صحابات يهمروا عليك وما نكونوش في حرب ولكن نكونوا في ها نكونوا في كنوريو ها لا بيرسويزيون ولا ديسويزيون سنوريش عندي اذا الاخرين غير يشوفوا عندك انا صحابات ناري معاهم هذيك واعره على مالنا وبحال هكا كنديروا تدافع كنديروا الميزان وكنقادوا المسائل ديالنا مرحبا
مستمعنا غادي توقفوا مع فاصل ونرجعوا نواصلوا باقي المكالمات دائما من خلال البرنامج بكل وضوح. ورجعنا لكم مستمعينا، انتم في الاستماع دائما البرنامج بكل وضوح، ومازال كنستقبلوا مكالماتكم الهاتفيه. نمشيو عند الجاليه المغربيه المقيمه بفرنسا، ومعنا زينب على الخط. الو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. زينب مرحبا. الله يبارك فيك، شكرا بزاف على الشيء اللي كتعاونونا. مرحبا لنا زينب. دكتور مرحبا بك. عندي زينب من فرنسا، عندي 34 عام. مرحبا. مزوجه هذه 15 عام، وعندي 3 وليدات. عندي لو عنده 11 عام ونص، لا موين 9 سنين، ولا ديرنيير 5 سنين. وان شاء الله عندي اسئله كيتعلق بوليداتي ان شاء الله. تفضل لنا تفضل. بغيت نسولك، عندي ولدي عنده 11 عام ونص، سي ديرنيير طون كي دوموندي بزاف لي كلام، ماما جو دو فيغ ان كلام، ماما ان بيزو. المهم دو طون زون طون موا ما كنعرفوش نخليه يبوسني وعنقني، ولا نقول ليه نو سي بون بركه، ما عرفتش كيفاش نتعامل معاه. وعندي بنتي ثانيه عندها 9 سنين، عندها مشكل مع اقل من هي حاجه، ان بوتي بروبليم نيمبورت كوا، خاصها تبدا تبكي. ما نجوش ماشي تشرح لا كان شي مشكل نهضروا، ولا يعني ما كنستعملش معاهم العنف ولا شي حاجه، كنقول لها انت هضري معايا غير بشويه، شرحي لي الموقف حتى نشوفوا كيفاش نعالجوا هذا البروبليم. نو هي ديما كتسبق الدموع قبل من كل شيء. وعندها حاجه واحده اخرى، انها ما كتحملش تخطا في اي، ما تحملش بحال دابا كنديروا جو دو سيتي اونتر فامي، خاصها ديما هي تربح، ما خاصش واحد فينا يربح. الا ما ربحات هي راه فين يقطع دي بلوغ، لا ميم شوز. وعندها مشكل اخر، هو انها كتاكل بصار يديها بواحد لا لا زينب، الا قلت لك سي كوا لا ديفيرونس اونتر ليدوكاسيون اي لا ستركتوراسيون، كيس كو فو بوفي مو دير؟ ما عرفتش. يلا عيب شوي دور في راسك، سي كوا لا ديفيرونس اونتر ليدوكاسيون اي لا ستركتوراسيون؟ ليدوكاسيون يعني كيفاش التربيه ديال الدراري. اي لا ستركتوراسيون؟ ستركتوراسيون ما عرفتش. العالم العربي ما كيعرف الا ليدوكاسيون. وي. اللي هو ان بروسيس كومبورتمونتال. Et le comportemental réagit à travers la mise en place de limites. Oui. Et de stimuli négatifs ou positifs. Oui. Il a fait le cri, il a fait le cri, il a fait le cri, il a fait le cri. C'est l'éducation. Je t'ai dit. C'est le cri, parce qu'il a fait le cri. Il a fait le cri, il a fait le cri. C'est l'éducation qui est là. جيتي معطل قرا الصوف الخاط جا بكري نح البوصو الله يرضي عليه شتي لي ستيمولي هاهما شتيهم ليدوكاسيون الي بازي سور سكي كومبورتمونتال لا ستركتوراسيون تنعطيو دو لا سوبليس لو سوجي وتنعلموه في لانتيليجونس فكتولي لانتيليجونس هي البيلوت ماشي لو ستيمولو اكستيريور اللي هو نيجاتيف ولا بوزيتيف 10 درهم ولا طرشه لا تيولي هو كيولي هو بذكائه كيعرف هذه صالحه ليه هذه ما صالحاش ليه. وهنا لا ستركتوراسيون نيسيسيت لانتيليجونس انترا بيرسونيل اي انتر بيرسونيل افيك سوا ميم دابور. اي نيسيسيت لا كونجوغيزون دي تالون. عاود عليا. لا ستركتوراسيون نيسيسيت لا كونجوغيزون دي تالون. اسكو فو ايت افيك فوتر كونجوان dans la conjugaison des talents ou là, vous êtes dans le monologue. Est-ce que vous êtes dans la conjugaison des talents avec votre conjoint ou là, est-ce que vous êtes dans votre vie avec vos enfants dans le monologue? Qui t'a-t-il même attendu? Yallah, خليك معنا زينب. جات معنا دلك. خليك معنا زينب، واكيد المستمعين غادي توقفوا مع فاصل. تفضلوا استاذ نكملوا لزينب من فرنسا. باش نوضح لنا زينب العمل بلا ستركتوراسيون. عندهم فرنسا واحد البرنامج سميتو سوبر ناني.
كتمشي واحد لادوكاتريس للبيوت لعند الامهات الله يحسن العوان اللي كيكونوا حاصلات مع ولادهم. وفي احدى الحلقات هاد لادوكاتريس الذكيه بركة مع واحد الام عندها ولادها كي فيهم العنف كيهرسوا اللعاب ديالهم كيردوا عليها بقباحه عندهم واحد العنف. بركة معها في الكوزينه كتوجد لهم الغدا. قالت لها شنو كتوجدي لهم؟ قالت لها كنوجد لهم ديك كروكيت. جبدات واحد الساشي من الكونجيلاتور وغتقليهم لهم. قالت لها شحال من مره كديريهم لهم؟ قالت لها كندير لهم لي كروكيت 3 ا 4 فوا باغ جو. علاش هذيك لادوكاتريس سولات الام شنو كتوكل ولادها؟ قالت لها لي كروكيت. وقالت لها شحال مره؟ قالت لها 3 4 فوا باغ جو. وهذيك السيده في وضعيه ديال الهشاشه ما كتخدمش غير عندها الشوماج وما عندهاش الامكانيه الماديه. اذا شنو هو الغرض؟ الغرض هو الماكله ولا المعنى اللي غادي مع الماكله؟ هذيك المربيه كتفهم لها بان العنف راه بدا في الرمزي وردوا عليه هما في العنف اللفظي ولا الجسدي. انني نكون فقير وعندي مساعدات ديال الشوماج ونشري لولادي لي كروكيت ماشي مشكل، ولكن ما نقدرش ننوع بحال اللي كيديروا المطبخ اللبناني بالحمص، بحال اللي كيدير المطبخ المصري بالفول. شوفوا شحال من وجبه كيديروا المصريين تبارك الله بالفول، لدرجه انه كيحطوه لكم محمر تحابوا اللحم اللي كيديروه في هذاك المحمص فول تيخلطوا بتوابل كتاكلوا كتسحبوا معمر هو راه الفول معمر بفول. وسير شوف في المطبخ اللبناني كيفاش كيخدم بالحمص. اذا علاش ما اجتهدتيش انت مهم؟ اذا عييتي ومليتي في مقام الام. ملي عييتي ومليتي في مقام الام راه بحال واحد القائد ديال واحد الفرقه عسكريه في حرب. تيجيو الجنود عند هذاك السيرجون ديالهم عند هذاك القبطان ديالهم عند هذاك اليوتنون تيقولوا ليه مون سيرجون مون كوموندون مون ليوتنون كيس كون في. كيجيو الاوامر. هو نهار تخرج بقى كيجتهد في الكونكور بغا يكون ليوتنون بغا يكون كوموندون وتعب وخدا كوموندون في الحرب. قال لهم دي ميردي فو ليسي موا ترونكيل. اوه كيفاش دي ميردي فو ليسي موا ترونكيل؟ انت بغيتي المنصب ديال هذيك الامر وبغيتي الإمارة وقريتي على الإمارة وكم عطيناهاش لك تتسطى وملي خديتيها وجات الحرب وعالجتي راسك ما غيرتيش في الدقة الأولى ولاتي تقول لهم لا سي ما ترونكيل. إذا شفتي هنا ملي تشوف شي واحد عطيني عارف اختي هذا الستيلو هذا دابا لالا زينب بحال هذا بحال هذا الستيلو تخيل عارف اختي هذا الستيلو في واحد العقيق ها لالا زينب في هذه الجهة ديال هذا الستيلو ولادها هنايا دابا ما حد هاد ستيلو بقاد يمكن لي هاد العقيقه تجيبها اليمين وهادي تجيبها في الوسط وهادي تجيبها اليسار. ها هما دابا هبط ستيلو طاح عند الدراري جرات جر الدري الكبير ولا جرات البنت الصغيره العقيق فين غيمشي كله غيهبط على اليسار. دابا الدراري بقاو واقفين الام عيات وهبطات العقيق فين غيهبط كله غيهبط عند الام لان فاش دابا لاصقين في ولادها. اما كون كانت في المثلث المثلث هو نقطة ديال الأب هو الفوق شتيها أو لتحت كيما بغات أو لا ديرو هنا فيما بغيتو ديرو المثلث كيشد الكمية اللي كدير إياها هو كيهبط فواحد الجهة أخرى كيتقل هنا باش يهبطهم هما باش ما يهبطوش لعندها يبقى داك التوازن يبقى التوازن. هذا هو اللي قلت ليها واش أنت كتصرفي راه كيسموا الحكومة تصريف أعمال كيحماق على العرب باش بقع في الجمال. أما في الذكاء الواقع خليوه للنمل والنحل بارك عليهم. إذا هنا يا إما لهفة كانت عندها اللي تزولات ودخلات ولدات وربات لهفة يا إما تلفة ما عارفاش قواعد يا إما تكينا خوا بها الراجل. إذا شتي هاد البلاصة الفارغة هادي هاد البلاصة يمكن نعمروها هاد البلاصة الفارغة يمكن نعمروها نمشيو شويه عند ابن رشد نوريو عمارتها. اي تفضلي كنا كنتكلموا عليها. كنتكلموا عليها. ابن رشد في كتابه وفي نقده
الكتاب الروح ديال أرسطوط لو تريتي دو لام شي أرسطوط، لان هذا العلامه المسلم ابن رشد كي تعتبر المفسر الاول ديال أرسطوط في العالم، ما كاينش شي كومونتاتور اناليست في العالم اللي فسر أرسطوط قد ابن رشد. ففي لو تريتي دو لام اللي كتبو في نهايه القرن التاسع غيبين هذا العبقري هذا بانه العنوان على ما تظنه ينقصك، ما تظنه ينقصك هو عنوان عن جهه الابداع ديالك، ما تظنه ينقصك. مثلا واحد 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 المراه تزوجات وكل شيء وهذا وكتلقى بان ينقصها حب زوجها، وهو راه اللي في طاقته 100% دارو، وهي وما تيدويش معايا بزاف، اذا ها هي ناقصه حب زوجها. إذن كيقول لها ما تظنين انه ينقصك، ديال العنوان هو حب زوجي، فهو جهه داله، جهه كتدل على الجهه ديال الابداع ديالك. شنو معنى انت باغا تبدع؟ غتمشي تبدع في العلاقات وفي الفكر الانساني اللي تطرق عند الهندوس وعند الصين وعند الفراعنه وعند الاغريق وعند اليونان وعند العرب وعند اليهود وعند جميع الحضارات، كيفاش كانت العلاقات ما بين رجل ومرأة، كانها مؤرخه انثروبولوج، انها لا لشيء الا للمعرفه في غرض الابداع، ماشي باش تلقى مشكل تحلو. ما بقيناش هنايا في مشكل، اون ني با دون لا نوسيون دو بوزوان، حيت لمشيتي دون لا نوسيون دو بوزوان ريزود بروبليم، معنيتها راه تو توجور اون تران دو تورني في لا زون دو جويسونس اللي لصقات فيها لوبجيكتيتا، وهي راه غير ظنا منها لوبجيكتيتا كو لا ريبونس في لا جويسونس، هي لا ريبونس الي نون الي ايور. اذا اش كيقول لك ابن رشد؟ كيقول لك ففي فكرك الولد بعدما تقبل العنوان اللي اتى به النقصان كجهة الإبداع، ولا مشيتي لجهة الإبداع وبدعتي باحترام صيغة النقصة اللي كتمعذبها، مشيتي بدعتي ورجعتي، غتلقى أن حضرات أو ما حضراتش دائما ترابح، ما كتبقاش عندك صيغة النقصة، فما كنبقاوش نشوفوا لا مواتي دو فير فيد، كنعودوا نشوفوا لا مواتي دو فير بلان أو لا لو كار بلان أو لا فيه القيطات أو لا فيه الريحة، دائما عندنا الفير فيه شي حاجة، ما كتبقاش عندنا ورا ما عنديش عامر عندي غير النص وما عنديش عامر وصل عندي غير ربع. إذا شتي باش توصل أنك ما تشوفش في الكاس الجهة الفارغة تشوف فيه عامر، كيخصك تاخذ من ما ظنيتيه ناقص وكنتي كتقلب باش تلقى عمارته، تاخذوا عنوان ديال جهة الإبداع الفكري الولاد ديالك، ولا ما عندكش الفكر الولاد باش تبحث عليه، فهذيك الجهه اللي يدلك عليها العنوان ديال ما ظنيتي عندك ناقص. وإلا حطيتي الفكر الاول اللي خصو سنين، ماشي الغرض باش تجي وتلقى جواب المشكله، ماشي غرض باش تغير الاخر، غرض ان خديتي الاخر. القران الكريم كان الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم، واو 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 على كلام عندك سيدي ربي، اشكون يفهمو؟ مرحبا. غادي ناخذ مكالمة أخرى معنا سعاد من الرباط. معايا لالا سناء. مرحبا سعاد. بارك الله فيك، كنشكركم على هذا البرنامج، راني شوية مرتبطة. مرحبا. هذه سنين وأنا كنتصنت للدكتور واليوم بغيت نهضر معاه، ماشي على لوكا ديالي زعما، الحمد لله أنا الحمد لله بوغ لانستون، بغيت نهضر معاه على واحد لو بو فخيغ ديالو عنده واحد المشكل مع بنتو، ومؤخرا كنت تلاقيت معاهم وقال لي زعما بقيت تهضري معاه أنت راه كترتاح ليك، ولكن انا المشكل ما عنديش زعما ماشي مكونه باش ننصحها ولا هذه بنت نسيبك؟ انا بنت نسيبي الاخ ديال الزوج ديالي. ودابا انا فاش كنتجمعوا بحال باش شي مناسبه كنحسبها هي قريبه مني وكتبغي تهضر معايا وداك الشيء، ولكن انا ما
ما كان بغيش نمشي معاه بعيد، كنقول انا حيت ما كنعرفهاش زعما مزيان، ولكن المهم هي مؤخرا كانت هربات ليهم واحد العامي ما خرجات من الدار وقال لي عافاك راه انت حاولي تفهميها، انا ما عنديش كاع لا زاتو باش غادي زعما قلت راه عييت لهم باش يتصلوا بكم هما، لانهم هما اللي الاب ديالها والام ديالها هما اللي غيفسروا لك الحاله احسن مني انا. لا هنا لا سعاد شوف وي سيدي، كاين ثلاثه انواع ديال لا سيكولوجي، كاين لا سيكولوجي دو سوتيان، كاين لا سيكوباتولوجي، كاين لا سيكولوجي كومبورتمونتال. طبيعه الحال كاين دوطخ برونش، لا برونش ديال سيكولوجي ايكونوميك، بزاف دخويا نعطيك غير 3 كاتيجوري باش نسهلو. وي سيدي، ففلا سيكولوجي فلا سيكوباتولوجي وفلا سيكولوجي كومبورتمونتال هادو خصهم خبره. وي فلا سيكولوجي دو سوتيان لا وي لا لا سيكولوجي دو سوتيان هي ديك المواساة، كنواسيو بعضنا البعض. دابا باش نواسيو بعضنا البعض خصنا نمشيو نقراو عليها ونخرجوا منها. ماشي نقرا عليها، دابا انا هاد البنيته ديال السابا نقدر نهضر معاها وديك الشيء، ولكن انا كنقول سي جامي تبي غير يقولوا راه انا هي لا. شوف شنو هو الرابط؟ الروابط، شنو هو الروابط؟ الروابط حنايا العرب عندنا الخيمه. هي الخيمه شحال من قنبه رابطاها مع الارض؟ وحده، جوج، ثلاثه، اربعه، بزاف. علاش باش حتى لك العجل وتقطعت وحده كيشدوا الاخرين؟ دابا كاين الرابط ديال امها، كاين الرابط ديال باها، كاين الرابط ديال عمامها وخوالاتها وديال جدها، ودابا انت دخلتي حتى انت كتعاون رابط. لان ملي كيجيو هذوك الهزات النفسيه الوجدانيه يعلم الله بها مسكينه. نعطيك مثلا مثال، مثلا في واحد الليله نعسه حلمات انها كتعاشر مرة. الله. وشكون غيفسر عليها؟ غتسطى. إذا على الأقل هي جات غا شدات عندك وقالت لك ناري خالتي سعاد واش أنا ناري وليت كنبغي العيالات. راني حلمت كنبغي العيالات. وهنا إلا مشات بكل بساطة لتفسير ابن سيرين على الذكر الذي يعاشر الذكر في المنام والأنثى التي تعاشر الأنثى في المنام فهو الواقع به من الآخر خير يصيبه منه. إذا إذا بغيتي تمشي عند الفارابي وتقرأ كتب ما ترمز إليه النفس سوف تجد أشياء عجيبة وغريبة. بارك عليكم. إذا المقصود هو جهلنا لعلم كان عندنا فتركناه لغيرنا وذهبنا نسعى كالجروي في باب سيده لبعض نفايات وبقايا الطعام. وانا بعدا كابر عند سيادي وما 14 كابر في تمخميخ عند سيادي نمشي ناخذ نفسات. اذا دابا هنا شنو وين تثبت؟ ما عنديش معرفه، ما قاريش. ايوا زكاي قالك رقع تهربي، ترا تهربي وزال بحالكم باش يشدوك يديروا فيك شي حاجه. بارك مثلا وقع لك شي حاجه ولا شي حاجه تخلينا نتفقصوا زعما ما صحاباتكم كنبغيوكش، ولكن كتسوعد من نهار عيطوا لي يقولوا لي بنت فلان طرات فيها علاش يا خالتي كتسوعدك؟ هي كتسوعدي وما كتجيكوش ما كتجيني والو ورا فيك ريحه العائله. قالك حنا بنتي على الاخبار كنشوفوا شي واحد طرات فيه شي حاجه كنمرضوا ونتهرب. قالك قال لك الدم ولا جا عندنا الدار بناتو مقصرين على شي كاسيطه ونديروا شي عشاء تخربط مزيان عاد هي اللي كبرتي ودزتي في المراهقه عاد تيدي تخربط. درتي هذه خبره، هذه كنزكي كنثبت. ثم هذاك سميتو باها نسيب لاله سعاد الله يهديهم، بعض الاباء تيرقعوا في حلقه ديالهم تيخربقوها مزيان. دابا الاب بحكم عنده تجربه على المراه على مرته تبقى ديما تيشرح الولاد، بغيت تلقى الاب تيدخل تيشرح دم الحيض والنفاس البنت. انت ماشي موضعك اصاحبي اش دخل؟ حيت قاري حيت جربتي وهي راه ما باغاش المعلومه، هي راه باغا كيفاش ما عاشت الحال ديال هذاك الشيء. تعطيتها تعطيه ما تعطيهش سد فمك. وكتبقى بعض الاباء بلا ما تيشعتي شي بحال اللي كيدخل الملحه فما فيه السكر. يلاه دابا تخيل دابا انا طوبه الملحه وتيام صيفطها ليا واحد البنت كاع كلها حلوه ندردوي معاها وكنحط لها الملحه في الطاسه ديالها في العشيه تيشلقي.
انا ما دويش على العارفين، دوي على ايها الناس. العارفين راه كنعرفو ندويو بالتريونغولاسيون، ما غندويش فيها معاه هي، غندويو فواحد الموضوع، الموضوع اللي غيضرب عندها لا ما دوي معايا كاع اللي ما غتفهمش بعدا. لازم اليوم كاع ما جاوبني، وحنا المقصود ماشي نجاوبو وما نجعلو يسمع كلام اخر حول الموضوع اللي ما شادوش. حيت باش تشد الموضوع اللي انت ما شادوش ما خصكش فقط الفهم، خصك الموضع اللي غير تحط فيه الفهم اللي انت ما شادوش، خص الموضع يكون قد الفهم اللي انت باغي تشد. بحال ما نعطيك بنت عمو واحد الكرسي صغور عليك وتقول لهم ما عرف مالك الكرسي هذا ماشي مريح، وراه ماشي مريح، ماشي قدك. عندك صباط ضيق عليك، ناري ما عرف مالك الصباط ماشي مريح، ماشي مريح شريف، راه ماشي قدك. إذا حنا ما كنقلبوش واش الصباط قد الرجل، واش الكرسي قد الفورما، لا حنا كنعطيوك الكرسي تبارك فيه. واللي ما تبركش فيه ماشي من الكرسي، من الكتاب. هذا هو القرار. واللي ما عندوش القرار ما عندوش استقرار، واللي ما عندوش استقرار ما عندوش فهم. هذا الفهم الفهمين ما كاينش اللي عندو. هذا ما كيترجمش. الله ما يترجم. ترجم باش ما بغيتي ما تاخذوش. تتخذ بالعربية والعربية اللي معانا هنا. ماشي أي عربية. يدوي لواحد العربية كيما بغا، ولكن العربية اللي معانا هنا راه العارف الفاهم باش نقصد هي العربية سيدنا رسول الله هي اللي معانا هنا. كتنفرح النعناع، كتاخد رمشة عشاء تباركها معاها، كتعطيك عطيك الريحة قبل تعطيك المضمون. والمضمون راه عنده الضامن ديالو، خبرك؟ حيت جميع التوجهات الفكرية في العالم كلها غادا لعند الفلسفة، والفلسفة غادا عند الميثولوجي. اما المعنى عنه جميع الفكر اللي عندنا احنا غادي شاد العين ديال سيدنا رسول الله، كيصل عندو كيطلع عند سيدي ربي ديريكت. وملي كتوصل تما كيردك غامر، ماشي كيشدك عندو، ما يشدكش عندو، كتوصل عندو ويعمرك وحاول يصيفطك، وانت ملي عاود يصيفطك كتبغي تعاود ترجع عندو وكتجي معك الحباب. مشيتي بوحدك صيفطك عامر، رجعتي معك 10، مشاو معك 10 صيفطك عامر، رجعتي رجعتو معكم 100، 101 101 طلعتوا عمركم جبتوا معكم 10000. هذا هو الاصلاح. فنحن نصلح ذاتي البين بين العالم الذي يخص الحال الذي يخص حياه الناس. مرحبا مستمعنا، غادي نوصلوا باقي المكالمات معنا. جميله من فاس. الو الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. جميلة سي الدكتور. مرحبا انا جميلة، وقت لاباس عليك. الحمد لله، الله يبارك فيك. مرحبا، عافاك، بغيت نهضر. تفضل اختي جميلة. مرحبا بك، الله يبارك فيك سيدي. شكرا، والحمد لله اللي قبلت لي الخط هذا الشهر وانا كنحاول. مرحبا، الحمد لله اللي قبلت لك. والو باس، الله يجازيك بخير. عافاك دكتور، انا مزوجة، عندي 4 الوليدات وعندي 37 عام. ودابا المشكل اسمحوا لي. مرحبا اختي. مرحبا. مشكل الوالده ديالي، عندنا خوتي سعود بينا، سعود، حنا تسعود بينا. الوالده من نهار توفى الوالد صافي تغيرت واحد التغير في الشكل، ما بقيناش كنعرفوها واش كتبغينا ولا ما كتبغيناش. سمعتيني الدكتور؟ كنسمعك هذه. تغيرت بزاف بزاف بزاف، ما بقاتش كتستحمل الهضره ديالنا، ما بقاتش الا هضرنا غير مع شي هضره ماشي زعما هذا، كتغضب كتقول لك لا انا قصدوني انا درت ولي فعلت ولي. المهم خوتي كلهم 5 الدراري، 5، كنقول لهم شو مالك ما تعاملش خوتي بحال هكا ومعاك في الدار وكتعملي بحال اللي كتجليهم امي عليك وهادي. انا في داري المهم بعيده عليها، واختي وحده اخرى في دارها مزوجه حتى هي. دابا اللي معاها كلهم فرقاتهم، ما كنبقاش تهضر معاهم، 5 بيهم، 5 بيهم واحد بواحد. المهم عييت انا نحاول، ملي كنحاول معاها باغا تشد فيا حتى انا، غير انا كنستحملها كنقول حتى انا عندي وليداتي يقدروا يعاملوني حتى هما بحال هكا، ولا كنعاملها امي الله يهديك ما تعامليش خوتي هكا، باهم مات نسينا هي امهم وباهم. شحال في عمر خوتك اللي بقاو مع الوالده؟ دابا راه كبروا. شحال في عمر؟ الصغير كاع عنده 20 سنة دابا، والأخرى عندها 23، واحدة أخرى عندها 30. الوالدة شحال في عمرها؟ 58. 58 تغيرت الدكتور، ماشي دابا هاني الأم زعما راه شي حاجة عند الله سبحانه وعباية ما عند الله، ولكن كنقول لهم صافي دابا حتى أنا، حتى أنا من أنا وأختي الأخرى المزوجة حتى هي بغات تبعدنا عليها.
كنحاولوا معها دابا اختي الاخرى كتقول لي اختي صافي ما نهضروش ما نهضروش معها غير خليها كنقولوا لها ما يمكنش نصحوها على ديك الدراري كنقول لها انا جميله نعم سيدي عمرك تفرجتي في هذوك الافلام ديال الخيال العلمي لا لا ما كيديروا دائما واحد الاشخاص كي مرضوا بشي فيروس ولا بشي مرض وتبداو ياكلوا بنادم اما شفتي الافلام هادو لا ما كنبغيش حيت انا حالتي نفسيه ما كنبغيش نشوف شي افلام خايبه ولا هذا ما كنبغيش فدابا هذاك السيناريو اللي تيدير هذوك لي زومبي تيكونوا عادي هو وصاحبه عادي شويه كيدخل فيه واحد الفيروس كيبدا يعض صاحبه يفرس فيه دابا هذاك الكاتب وهذاك المخرج من النهار اللي بدات السينما دابا تقريبا اكثر من 100 عام دائما عندهم هذه الخاصيه تيكون هو وصاحبه ولا هما شي خبراء في شي كوكب ولا في شي بلاصه في شي غابه وتيدخل فيهم واحد المرض ولا كيدخل فيهم واحد الامر تيبدا يفرس شنو كتعني هذه هنا تيحاول يوصلوا المتفرج لا نوسيون ديال البارازيت شنو هو البارازيت البارازيت هو واحد المخلوق الا مشى تدخل في مخلوق اخر وصل ليه الدماغ ديالو تيغير ليه السلوك ديالو ففي الطبيعة العلماء البيولوجيست كيعرفوا في الطبيعة هذا الأمر فكاين واحد البارازيت إلا مشى تدخل في الدماغ ديال الإنسان اللي كنت ذكرنا في حلقة ونعاودها اليوم إلا مشى تدخل في الدماغ ديال القمرونة القمرونة كتشوف الطير كيجي بالضايا اللي هي فيها الضايا فيها الغيران حجر مثقب القمرون كيشوف الرجلين ديال الفرخ تحطوا في هذيك الضايا وكيشوف منقار وكيقلب عليه كيمشي يهرب القمرون في الغيران من لا كيجي واحد البارازيت كيدخل الدماغ ديال القمرونه كيقيس لها دماغها كيخرجها هي من الغار تمشي لعندو ياكلها لقاو علماء كذلك واحد البارازيت كيدخل الجهاز الدماغي ها سبحان عندي واحد السؤال علاش النورولوج بالعربيه كيترجموه طبيب الاعصاب النورولوج الى مشيتي للنورولوجي هي الخلايا الذهنيه الدماغيه وشوف دابا عندنا النورولوج عالم في النورولوجي اللي هي العلاقة الخلايا بالمعرفة وبالخلايا الدماغية كيترجم طبيب الأعصاب وهو كان خصو يكون سميتو طبيب في الجهاز العصبي سيستم نيرفو سنترال سي سي تي ميدسان دو سيستم نيرفو سنترال كنا نقدروا نترجمو طبيب الأعصاب النورولوج مترجمة طبيب الأعصاب الله يجزيكم بخير راه النورولوج ماشي فقط طبيب الاعصاب راه طبيب ديال الكفاءات الفكريه والدماغيه والعقليه بما فيه جهاز اعصاب مستمعينا غادي توقفوا مع فاصل غادي توقفوا مع اذان صلاه العشاء تقبل الله صلاتكم مازال اللقاء مازال التواصل كيجمعنا بكم مستمعينا نواصلوا باقي المكالمات معنا رشيد من امريكا الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله رشيد شكرا كبير على الاخوه خطنا ماينا مرحبا سي رشيد كنا كنسمع لك تسكن في المغرب وراك ما خو المغرب الله تتم ان شاء الله كل شيء يقضي يعني كنا الاخوه ديالي كنا نهضر معاهم كلهم تيعرفوا تقريبا جوج من الدكاترة ديال الجامعه كلهم تيقولوا قلت لهم علاش ما تقولوليش عليها ماشي مرحبا الكومباني اللي كنخدم معاها ما خسرت عليه تقريبا 9000 دولار لا اله الا الله احبك الله ورسوله مرحبا شكرا بزاف شكرا وجهي ما قلت نقول لك بزاف شكرا انا جيت على الاسئله اللي كنت السؤال الاول هو انا احنا في الشركه اللي انا زدت فيها بزاف ولكن اللي انا على حسب التعليم ديالي انا بغيت ندير نقرا في المدرسه والمدام ديالي كتقول لي علاش غتخسر الفلوس بدل ما تحتاجش للمدرسه ولكن انا جوج الحوايج اللي باغي في المدرسه باغي نتنافس مع خويا بحال قبل الدكتور ديالو وكان باغي سبحان الله اخبارك عندك واحد اللهجه مع تخلطات الانجليزيه مع المغربيه عرفتي راه شي بحال ديك النوطه اللي كنديرها طاو واو شتي كتشد يدك مع الجيتار عارفه صافي فاللي كتطلع اش كيسميو هذيك لا ملي كدير طاو سبحان الله عندك واحد بوان دورك عندك واحد بوان دورك تبارك الله غزاله والله الا غزاله وحيت يلا كنهضر بالعربيه غير فاش كنهضر شحال في عمرك شحال في عمرك عندي 40 عام كاين شي وليدات عندي 4 ديال الدراري وواحد ان شاء الله غادي واحد ابن ديالي اللي عنده دابا 10 سنين ايوا
قالوا كنا قالوا شي مشاكل ماشي مشاكل في الدراسة. هو قال سي يقول لي انا مثلا بغي نحاق المدرسة وهادي ما بغاش تمشي وفي المدرسة هما دابا هما دخلوا جابوا عندنا اكبر سايكولوجي بروس هما دابا كيدوا الدواء ممكن حيت هما عطاو الدواء داك الشيء داك الدواء كامل دابا مزيان تيمشي المدرسة مزيان داك الهواء الشيء اللي كانت عندهم ما بقاتش. شحال في عمر هذا الوليد؟ شحال في عمره؟ عمره 10 سنين. اخيرا قبل عندي واحد الالتماس في راديو ذاك البودكاست اللي دايرين ديالك في الاذاعه. ايه 24 11 سمعتهم كاملين. ممكن يجددوه ان شاء الله. والله سلمي عليهم. مرحبا. نقول لهم يجددوه بحال ذاك 14 راح تتوقف. ندير التشويق شويه مازال نجددوه ان شاء الله. بالنسبه للدراسه ديالك انت تبارك الله تما في ليتازوني راه عندكم بزاف الجامعات اللي كيديروا تم دروس عن بعد. لا انا مخير في المدرسه مخير تما هاد لي كور. يعني كتاخذهم غير في الانترنت؟ اه في الانترنت. تخي بيان. اونلاين كلاس المدرسه حدايا خلاص باش كنا حدايا. الله يودي. وكمل مع راسك مالك. غير ما خصهاش تكون على حساب صحتك وما تكونش على حساب حياتك الزوجيه مع وليداتك. ولا القرايه راه كتاخذ بزاف واخيرا كتخدم تقريبا 70 ساعه في السيمانه. لا بزاف. لا اذا 20 ساعه تاع المدرسه. لا بزاف لا بزاف لا بزاف لا حاول تشوف معاهم. ما عندكمش تما امكانيه ديال فوقاش ما كتدخل شي موديول كيتحسب لك وتبقى المده مفتوحه. لا كاينه خلاص. خويا بشويه عليك علاش ديرها مزروبه هكا شويه عليك. كنت فهمتي ولكن حتى في لونتروبريز فاش خدام معاهم انايا في الشركه انترناسيونال الى قريت بزاف انا كنشوف غادي نضطر نحل بزاف اكثر من اللي كانوا. اي ولكن دابا انا داوي على المحرك. المحرك يا اما امامي اما خلفي في السياره. فين كاين السياره نديرو المحرك؟ ما عندناش لو شوا. يا اما كنديرو القدام ما كنديرو اللور. شكون هو اللي كيعطي دفع اقوى؟ واش الامامي ولا الخلفي؟ التراكسيون افون التراكسيون اخر. والامامي. الامامي لان الخلفي ما توصل التروطوار بغيت تطلعو ما تطلعوش. اي كذا. اما الدفع الامامي كطلع في العقبه. شتي هذاك الدفع الامامي هو الحب. ما هو مقام المحبين عندنا؟ مقام المحبين في العلم هم ناس رجال ونساء. لا ينظرون إلى الهدف ولا ينظرون إلى الغاية ولا ينظرون إلى الصفة التي يمكن الحصول عليها من تعلمهم العلم. هم ناس محبين في أدنى مستويات العلم فما بالك بمقامات العلم العليا. مقام المحبين هو غادي يفترق واحد يقول لك أوليدي أجي نقول لك واحد الكلمة ويعطيك نصيحة تتبرك وكتقدر تجازيه إلا عندك شي فلوس إلا كان فقير وتهدي هدية وتدعي معاه. مقام المحبين هو كل علم كيف ما كان نوعه ما كيهمنيش واش غيفيدني ولا ما يفيدنيش. اللي كيهمني هو تلاقيت واحد عنده هذاك العلم أنا في مقام المحبين أحبه لأنه يحمل علما نافعا للناس. فلا تعلمت منه حرف من ذاك العلم ولا جوج حروف انا فرحان. مقام المحبين هما مقام القانع المتواضع. وشتي انت كتاخذو متشتت. مقام المحبين في العلم كياخذو العلم متشتت، ياخذ شويه من هنا وشويه من هنا شويه من هنا شويه من هنا. فواحد النهار انت كتلقى راسك منحرفين. والله ما يدخل هذا المقام هذا صاحب كبر ولا صاحب قلب قاسي ولا صاحب غرور ولا صاحب صيغه التاكيد. واحد حاس براسه ولا حاسه براسها زعما هذا المقام لا يدخل ليه. يدخل تخصص ويدخل كذا وكذا
وهذوك ماشي بحال ما قال المحبين. المحبين ديما علمهم حي، والحي بحال الجلد ديالنا وديالكم. هما شي واحد بدل جلده علاش ما كيتبدلش؟ لانه كيموت وكيحيا. جلد علاش ما كيتبدلش بحال الحنش؟ الحنش كيبدل جلده. حنا لا، حنا يموت طالع كوش حيه من تحت منه، موت طالع كوش حيه تحت منه، موت طالع كوش حيه. دائما سبحان الذي يخرج الحي من الميت. ها هالرواش هالرواش. هذاك ما عمر علمه ما يحبس وتيتورث هذاك العلم. وطن المحبين علمهم كيتورث، كتكبوا كتكبوا في العبد، كتجي كتبقى واحد العباجي تحل فمك هاك الفم ديال الروح. ها داك تحب الفم ديال الفم، داك الفم ديال الفم راه والو، والفم ديال الروح سرق القلب عليه فين جا. فدابا هنا ملي دركتي علم الكفاءة اللي عطاك الصفة، والصفة عطاتك باش تربح طريف الخبز وباش تكون مع الناس في المجتمع، وارجع العلم المحبي ما وراه لا صفة لا تيتر لا كارتونة لا والو. تالسيفي ما كنديروش ضعف السيفي، كناخدوه على الحال، نسقلو به نفوسنا، نشمعو به التقابي ديالنا، ونعمرو به التغارات ديالنا عليك عليك بوحدك. وتوحدنا كنلقى راسك عامر. اذا دابا هذا واش معمر عليه شي واحد، ولا معمر به وفيه شي واحد، ولا العلم بالفكر الولاد، ولا ني راه كان في مقام المتواضعين. مقام المتواضعين لقيتي واحد درس واحد الجامع اللغه وبرك، واخا ما كتفهمش عبرك تعال اسمع اليوم. لقيتي واحد درس المتون وبرك، واخا ما كتفهمش اسمع اليوم. لقيتي واحد العالم كيدير الدرس في التجويد وكيفاش كيدير القفله، واخا ما فهمتش عبرك اسمع. تعال شوف الصنعه ديال عبد الله، ها شوف، وتاخذ شويه من تاخذ شويه من، وشنو كدير؟ اهتزت وربت. شتا ملي كطيح الظلم، شتي القطره قبل ما تشربها الظلم، كدير معاها واحد الايقاع، تضرب القطره الارض وكتهز القطره من الارض واحد شويه تعاود ترجع وتشربها الارض. شتي هذيك اهتزت كطق طق طق طق، كتشوف كتشوف واحد الايقاع. إذا حنا العربية عزالة ما طيحش حتى نمشيو نسمعوها بحال كون قنطرقين بديت نسمع تا 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 تا. هذاك الإيقاع كيجعل الأرض ديالك من الداخل كتهز. شتي راه كلشي في الهزة، راه كلشي مقصود في الهزة. ومشيتي حتى لقيتي شي مقام يهزك وتهزيتي وبقيتي مهزوز وبقيتي من أهل الهزة، إوا تفرج هذيك الهرة دفعك للعين وتولي من أهل العزة. معنا فاصل المستمعين، نرجع نواصلوا برنامج بكل وضوح. دون مستمعين نواصلوا دائما باقي المكالمات. قبل أستاذ في الأول يعني في بداية الحلقة كنت تكلمتي على أساس أنه ذاك الشخص اللي تعلم يعني السباحة غير من الكتاب، يعني غير من خلال المعلومات، ولكن علاش على أساس أنه مثلا في العلاقات العاطفية ولا الحب ما بين الأزواج مثلا المرأة والرجل صعيب أنه مثلا واخا تلقاو كتب اللي فيها مثلا كيفاش نحققوا السعادة الزوجية، ها هما الأمور مثلا اللي خصنا نحتاطوا منهم يعني، ولكن ما كنلقاو صعوبة. شوف يا سيدتي الذكية والعارفة من كان العليمة، المجتمع المعاصر يعيش على أكدوبة العلم. المجتمع المعاصر بياع، هو مجتمع تجاري، ما هوش مجتمع العلماء. تقلقش واحد العالم فرنسي كتب كتاب على قدو بأن ما كاينش ارتفاع الحرارة في الأرض وما كاينش كذا وما كاينش كذا، وعالم العيار ثقيل من العيار ثقيل، فاستضفوه التلفازات واستضفوه في الاذاعات والجرائد كتكتب، وهو ما كيعرفوه يعني من كان 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 عنده صفه في حكومات ماضيه، باحث من العلماء العالميين. بعد اربع سنوات انا ما تفاجات ملي سمعت ملي شفت كتابه وسمعت شنو قال، بقيت كنقول او شنو هذا. درت اربع سنين ونقول لهم راه داك الشيء كله اللي كنقولوا في اربع سنوات راه كذوب، لان انا كنت باغي نبيع شويه الكتب، كانوا خاصني فلوس والفت كتب بعثهم لكم، دابا جمعت شويه فلوس شكرا سمحوا لي. شوفوا كتاب يعنى بالطابلور، انت دابا فختي هبط اي كتابه وقول لهم بغيت سير لهذيك البلاصه ديال الكتب ديال الانفورماتيك ياك، وقول لهم بغيت كتاب ديال الطابلور، وشد كتاب ديال الطابلور غتلقى فيه 1400 ورقه ولا 1500،
هذاك الكتاب غتسول الثمن ديالو، غيقول لك ما بين 500 درهم و1000 درهم. شد هذاك الكتاب وشد طبقي فيه هكا فونكسيون فونكسيون، غتلقاه ما ساويش نص ساعه عند استاذ، الاستاذ معلم ما ساويش نص ساعه. بشحال نص ساعه عند استاذ؟ 300 درهم. شحال باعوه لك؟ 500 درهم. هذا هو المحتوى عصر العولمه. أو الله لا اعطاك المعلومه. دابا حنا ناس نيه، حنا ناس مازال كنظنوا بان العلم ديال العالم هو العلم ديال العلماء المسلمين، والعلم ديال العلماء المسلمين راه مقام الانبياء. هذاك راه يتحاسب عليه الا ما عطاهش. هذو راهم المؤمنين. الا ما العالم المسلم ما عطاش العلم اللي عنده كيتلجم به وكيدخل وكياخذ مقعد في جهنم. صافي؟ العلماء الاخرين ما عندوش هاد ليتيك هادي، علاش هاد الهمه هادي؟ من الله لا عطاك المعلومه كامله. صافي؟ اذا ما كنقولش الناس ما تقراش الكتب، ما كنقولش لهم ما تثقوش بهم، كنقول ليه قرا وعرف بان راه غيعطيك غير جزء ما غيعطيكش كل شيء. نعطيكم مثال من اللي هو هوارد غارنر وجميع العلماء كيتكلموا على الانتيليجونس ايموسيونيل. ها هما سيروا شريو الكتبه ديالها وسيروا عند لي كوتش ديالها وكل شيء. كيعطيكم النصف الدائري ديالها اللي هو الانتيليجونس ايموسيونيل، كيقريو للناس. ولين هي راه ما كتعطيش جسم، كتكون داخل العنعنه الثقافيه. إذا دابا هما في ثقافتهم العولمة الذكاء العاطفي والثقافي كيعطي. دابا حنا كيشدوه كيعطي واحد مسلم باه بواحد النوع في عقلية، مو بواحد النوع عقلية، مقاولة بواحد النوع عقلية، وكيجي هو تيبدا يتكلم معاه واحد الجمل فيني يقول لي وراه خاصك تعترف باختلاف الآخر لأن الآخر باختلافه هو صورة معكوسة لوجودك أنت في الوجود. تخيل دابا واحد عايش معانا حنا في الحمريه ولا عرق افريقيا وكيدوي معاه واحد بحال هكا، الاخر ما خصكش تقصيه من انه يكون مكون الانسانيه ديالك. فهمتي شي حاجه تفاجئ؟ اما ملي تشدها وتحطاني في الحمريه وتوريها ليه بالعنعنه والمرجعيه ديالو هو، كان شي حطت عليه فتاش الحيط، كان ريفيت عليه فتاش الحيط. علاش هما عاطينها لك في النص التحتاني؟ ما عاطينهاش لك في النص الاخر. لانه محتاج لك يدير لك لاغيليز. لاغيليز هي الميزاجور. هي غترجع عنده لفرنسا ولا امريكا وغتقول ليه يا ودي داك الشيء اللي لقيت العام اللي فات راه خدمه واحد شويه، يقول لك باقي عندك الكراد نيميرو 15، انت دابا عندك الكراد نيميرو 12. اواه تبقى معايا داك الشيء بالطون، اواه اش كتسحب؟ اتونسيون راه فوزالي اتخ. فالعالم في العولمه راه ما هوش عالم العلم، هو عالم الوصفات. احنا المسلمين كنربيو الحال. انا ما عمري عطيت الوصفه، لا عارف الوصفه نتاع فيها. واحد النهار واحد الجمعيه عرضتني، ندموا علاش عرضوني كاع. ديك الرئيسه بقات تهضر نفسها كتقول خاصها هادشي اللي جبتي ليا. تخيل مساك دايرين هذاك الداتا شو ودايرين كيفاش يكون زواج ناجح ودايرين 225 وصفه وحسبتها. وكيقريو الشباب مقبل على الزواج، الراجل شاد في يد بنته وبنت شاده في يد راجلو باركين، عرفتيني 225 وصفه وكيقيدو ساكن ويحرقونا. وشويه ملي سالوهم وحكوا لي الدور عند ديك الرئيسه قالت لي يا استاذ تفضل، قلت لهم والله تحفظوا هاد 250 وزيدوا 400 و600 في الحته. قالت لي اخرى اش كتقول يا استاذ؟ قلت لهم كنقول الشيء اللي كنعمل به. والا اش عطانا ربي دماغ بهاد الثقل بهاد العيار؟ انا نديرو حنا دماغ ببوشه ولا دماغ نمله ونسلكو. نعطيكم مثال. اينشتاين اكتشف لا كونستانس ديال فيتاس ديال لوميير، شديها من اليمين من الشمال طلعي هبطي غادي بنفس السرعه. ستيفن هوكينغ قال لهم الشرح ديال اينشتاين ما كفانيش، ايه راه عامر خاصو حاجه اخرى. قال لي الصحفي شنو خاصو؟ وكيفاش كتحرك هذا الضوء؟ قال ليه الموجة ديال البحر الطاقة اللي دافعاهم. قال ليه هاد التيار الكهربائي وراه دي زوند الكترومانيتيك. وقال ليه هاد لا لوميير شكون دافعها؟ قال لي كانوا كيظنوا العلماء في الماضي بأن الفضاء معامر بواحد المادة سميتها الأتير. وهذا الأتير كيجي الضوء كيتحرك فيه كموجات. ديمونطرا هو بالمختبر بأن الأتير ما كاينش. هو حي كما الأتير. وقال لهم كيفاش كيتحرك؟ قالوا لي انت عندك شي نظريه؟ قال لهم ستيفن هوكينز عندي. قال لهم شفتوا لي زالكترون تيطوفوا حول البروتون والنوترون.
اللي هما تيطوفوا حول الكوارك. الكوارك في قلب منهم لي كورد، قال لهم لي كورد ملي كيفيبريو كيديروا دي كور دي كوربور في الاسباس طون. زاد مات. اذا دابا راه حتى هاد العالم هذا دابا هو دابا كيهضر من 50 عام تلقى النظام اخترع واحد الاله كدير هادشي اللي كيقول هو. فدابا راه حتى هما في مجتمعهم العنعنه عندهم ثابته، مابقاش هو اشطر خلاه كملوا. إذاك نيوتن ما حيدوش خلاه كملوا. احنا انت مالك دولة في القران سوقك، انت ماشي عالي انت ماشي فقيه، انت مالك دوي في البسيكولوجي مالك انت تي بسيكياتر، انت مالك دوي في الكونتابيليتي مالك اكسبير كونتابل، انت مالك دوي انت بنادم. وحنا ما مخترعين حتى حاجه، كنستوردوا كل شيء، ولكن درنا الديكوتومي درناها ودرنا لي بير سبيسياليزاسيون، وحنا باقي تلقوي البيت ما صنعناهمش. شكرا لكم مستمعينا على حسن المتابعه والاستماع البرنامج. بكل وضوح لكم تحيات سابر فوندا اللي رافقنا اليوم في الاخراج والبرمجه الموسيقيه واستقبال مكالماتكم الهاتفيه. نتمنى لكم مساء سعيد برفقتنا على ميد راديو الاذاعه القريبه منكم. بكل وضوح برنامج التحيات الاجتماعيه بشكل صريح مباشر، ما كنستروش على المشاكل ولا التحديات اللي كتعوق نجاح المغاربه في المغرب. مرحبا بكم بالتحيه ديالكم بصراحة اللي تعودناها مع بعضياتنا على ميد راديو من 6 ل 8 من يوم الاثنين إلى الخميس. انتظرونا، مرحبا بكم.